مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية وجهود تطوير منظومة الشهر العقارية، حيث وجه السيد الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في نطاق جغرافي واحد، وذلك ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها. كما اطلع السيد الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم. كما تم أيضا استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية. هذا وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض كذلك جهود تطوير منظومة الشهر العقارية، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل في الشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظرا لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجها سيادته كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وأيضا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، لتتكامل تلك الجهود أيضا في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، خاصة في قطاع الخدمات المدنية.